وداعا يا ديار العز حتى أعود إليك في آنئ نهاري. إذا ما نحو قطرك مد خط حديدي إلى تلك القفار، ونور الكهرباء أتاك يسعى، وقيل الماء في البيداء جاري، وطهرت العيون وقام حزب بمعدنك النفيس وبالآثار. وشيدت المدارس واستقامت رجالك واكتست ثوب الفخار، وخاطب فيك بالتليفون خل يريد البحث عن حال التجار، وحررت الجرائد واستعدت مطابعها إلى نشر القرار، ورقيت المصانع واستفاقت شبيبتك الحليفة للديار، وجاب الشهم منها الأرض علما وخاض بحزمه لج البحار.